وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور خالد السقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية البحرية. دكتور خالد، بعد التحية، يعني شهدنا منذ قليل افتتاح السيد الرئيس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية. كيف تقرأ دور تلك المحطة في تعزيز القدرة التنافسية في مجال النقل البحري، وأيضا وضعها على خريطة العالمية للوجستيات وترانزيت؟ أهلا وسهلا بسيادتك وبالسادة المشاهدين. طبعا النهاردة افتتاح المحطة متعددة الأغراض في اسكندرية، أنا بشوفها من ثلاث زوايا مهمين جدا. الزاوية الأولانية احنا بنتكلم على الميكنة، طبعا شايفين دور تكنولوجيا المعلومات في خفض التكاليف وفي سرعة التداول للبضائع وفي تقليل وقت الانتظار اللي موجود، كلها بتزيد من القدرة التنافسية طبعا بالنسبة لميناء الإسكندرية أو لمواني مصر كلها. البعد الثاني أو الزاوية الثانية اللي ببص عليها هو استقبال السفن العملاقة وزيادة قدرات الميناء البحري أو غيره من المواني البحرية، سواء من زيادة الأعماق أو زيادة أطوال الأرصفة أو ساحات التخزين، وبالتالي نقدر ان احنا نستوعب اجيال جديده، والاجيال اللي بتتميز السفن فيها بعملقه السفن وزياده احجام حجم التداول اللي موجود. الزاويه الثالثه وهي الترابط الداخلي والترابط الاقليمي والترابط الدولي. النهارده الحقيقه معالي الوزير لما استعرض ما استعرضش فقط ميناء الاسكندريه ومحطه متعدده الاغراض، لكن كمان اتحدث عن المحاور اللوجستيه من طنطا لسينا لجرجوب لمواني البحر الاحمر. احنا بنتكلم على خطه متكامله على مستوى الدوله لتتحول مصر تبقى مركز لوجستي عالمي، سواء لتجاره الترانزيت او سواء لخدمه التجاره اللي داخله برسم البلد لداخل الدوله المصريه. بالتالي دول يعني كقراءه سريعه لوجستيا وتحليل لوجستي ل الافتتاح اللي النهارده بنشهده بحضور طبعا فخامه الرئيس. نعم دكتور خالد، يعني بالطبع شاهدنا حجم التطورات والانجازات وحجم الاوناش المتطوره والرقميه كما ذكرت منذ قليل، بالاضافه بالطبع الى كل ما هو جديد في مجال النقل البحري والتكنولوجي واللوجستيات. الى اي مدى سوف يساهم كل هذه الانجازات المترابطه والمتكامله في دخول عائد الى مصر بالعمله الصعبه، وأيضا بما ينافس الموارد الأخرى مثل ما ذكر سيادة الرئيس مثل السياحة؟ الحقيقة لو احنا بصينا على الأوناش أو على ساحات التخزين اللي موجودة كلها بتصب في زيادة القدرة التنافسية للمواني البحرية، والنهاردة شايفين رئيس مجلس إدارة مثلا على سبيل المثال وليس الحصر أحد الخطوط الملاحية الكبيرة CMA الخط الفرنساوي العملاق الكبير. نعم. وده بيمثل المشغلين البحريين والناقلين البحريين اللي هم شايفين هناك فرصة كبيرة لجذب استثمارات ولتحويل التجارة العابرة في البحر المتوسط أو البحر الأحمر سواء داخل مصر أو تكون محطة ترانزيت موجودة على أرض مصر. ده بتتطلب طبعا أوناش اللي احنا شايفينها زي ما حكم عرضينها بتزيد من سرعة التداول وتقلل من وقت الانتظار. شايفين ساحات تخزينية، منطقة لوجستية في ظهر ميناء الإسكندرية، ربط بمواني جافة وشبكة سكة حديد، وطبعا توسعة في النقل البري، كلها بتساعد على زيادة أحجام التداول ومن ثم زيادة طبعا الإيرادات اللي داخلة بالعملة الصعبة للدولة المصرية، وبالتالي إن شاء الله يكون لها عائد كبير على الاقتصاد المصري في الوقت القريب بإذن الله. نشهد بالطبع يعني موجة عنيفة من التحديات تموج بالعالم، وباعتبار حضرتك متخصص في مجال النقل الدولي واللوجستيات، كيف تقرأ إنجاز كل ذلك بالمحاور المتعددة اللوجستية، بالأوناش، بالبوابات الرقمية، بتشييد سفينة وادي الملوك، بكل هذا الإنجاز بأيدي مصرية خالصة وبرأس مال مصري خالص 100%؟
طبعا دي بتدل على اكثر من حاجه، بتدل طبعا في الاول في المقام الاول ان هناك رؤيه وهناك خطه. ثانيا طبعا بتزيد من فرص العمل اللي موجوده، سواء كانت مشروعات تمت بالفعل او ما سينتج عنها من فرص عمل موجوده. رقم ثلاثه طبعا بتزيد من العائد الاقتصادي للدوله. رقم اربعه بتقلل من الضغوط العالميه اللي موجوده، العالم بيشهد طبعا بعد جائحه كورونا تحديات زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، من تحديات جيوسياسيه او تحديات بيئيه او تكنولوجيه او تحديات سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى العالمي. حتى التنافسيه هي في حد ذاتها بتضع اطار في التحديات، وبالتالي هناك استمراريه في التطوير في الدوله المصريه، استمراريه في التوسعات وفي زيادة الأنشطة اللوجستية. وخاصة النهاردة سمعنا حاجة مهمة جدا وهي سلاسل القيمة. كمتخصص في هذا المجال أقدر أقرأ كلمة سلاسل القيمة، هي خلق أنشطة لوجستية تضيف قيمة للاقتصاد المصري وتفتح فرص عمل كثيرة وتساهم طبعا في تقليل الضغط سلاسل الإمداد العالمية على المصنعين والمصدرين والمستوردين داخل مصر. فإن شاء الله نلاقي لها مردود كبير على المدى القصير والمدى المتوسط كمان إن شاء الله. نعم، يعني هناك فضول يعني الحقيقة لدي، يعني كيف تقرأ الميزة التنافسية في ميناء الإسكندرية بالتحديد مقارنة ب 18 ميناء متواجدين في مصر، وأيضا مقارنة بالموانئ المعروفة في العالم وأيضا في منطقة الخليج العربي؟ الحقيقة مصر بتتميز بكبر عدد المواني البحرية اللي موجودة. احنا عندنا مواني كثيرة، بنتكلم على 18 ميناء تجاري، وإجمالي عدد المواني يقرب من 49 أو 50 ميناء بحري لو حطينا عليها المواني المتخصصة. طبعا المواني المصرية ليست فقط في العدد، لكن الظهير الخلفي كمان ليها كبير جدا. مصر دولة كبيرة بمساحتها أكثر من مليون كيلومتر مربع، وبالتالي هناك ظهير خلفي للتوسعات اللي موجودة. مصر كمان لديها موانئ تعتبر من أفضل الموانئ في حوض البحر المتوسط، وهو ميناء شرق بورسعيد على سبيل المثال من حيث الكفاءة النسبية بالحسابات وبالمعدلات الرقمية اللي لسه كانت من حوالي أقل من أسبوع تم الإعلان عنها، واحد من أفضل الموانئ الموجودة في حوض البحر المتوسط، ينافس موانئ القارة الأوروبية. وبالتالي اللي احنا بنشهده النهاردة هو بيزيد من قدرات المواني المصرية وتزيد من التنافسية الموجودة، على أساس ان احنا نقدر ننافس على خارطة النقل البحري الموجود. سواء كنا بنتكلم طبعا على البحر الأحمر أو البحر المتوسط، لدينا شواطئ طبعا بأطوال كبيرة جدا وعدد مواني، وكمان مواني متنوعة من سياحية إلى مواني تجارية إلى مواني متخصصة سواء كانت في الصيد أو غيرها. النهاردة شفنا برضو معالي الوزير بيتكلم على مرسى اليخوت اللي موجود، بنتكلم على أنواع مختلفة من البضائع، وأنه ليس رفاهية، يعني هو يدر دخلا كبيرا، وربما هناك ما يقرب من 500 ألف يخت، يعني مصر لا تنتفع بأي عائد منها في البحر المتوسط. طبعا هناك مواني سياحية، هناك مراسي كمان، هناك استقبال للسيارات سواء كانت سفن الرورو او سفن الكاكا اللي هي يعني بتنزل السيارات، سواء بنتكلم على بضائع عامه على بضائع صد جافه. الحقيقه هناك تنوع كبير في المشروعات اللي موجوده لاستقبال جميع انواع البضائع وجميع انواع السفن اللي موجوده. طبعا لا ننسى دور قناه السويس الكبير جدا في الربط ما بين البحرين، وفي زياده كمان الاهميه الاستراتيجيه لموقع مصر على مستوى العالم. نعم، بالطبع كانت هناك رؤية صائبة ومتكاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقيادة السياسية في أيضا يعني أحداث الشراكة بين مصر والدول العربية عبر خط الترانزيت العربي مع العراق والأردن لتسهيل نقل البضائع وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، كيف تقرأ ذلك؟ الحقيقه هناك مشروعات كثيره موجوده على المستوى الاقليمي وعلى المستوى العالمي. هذه المشروعات اما مشروعات يتم التكامل معها او يتم التنافس، وبالتالي هي في الحالتين دائما بتضع مصر في
وضعية التطوير المستمر ووضع خطط استراتيجية على المدى البعيد من شبكات تكاملية ونقل متعدد وسائط سواء كان داخل الدولة أو حتى على المستوى الإقليمي. وبالتالي النهاردة شفنا كمان أحد المشروعات في البحر الأحمر تتكامل في التجارة الترانزيت موجودة مع السعودية، طبعا بتتكامل مع دول الجوار اللي موجودة سواء كانت دول زي الأردن أو بعض الدول الأخرى في القارة الإفريقية. وبالتالي بالعكس ده بيخلينا دائما في حالة تطوير مستمر وفي حالة وضع خطط استراتيجية بشكل مستمر جدا. نعم، الحديث بأن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض هي محطة خضراء صديقة للبيئة، وأيضا سيتوافر بها العديد من المصانع المكملة لهذه الصناعات والتي تساعد السفن العابرة عبر هذه المحطة. كيف تقرأ يعني هذا التحدي والتوازن بين كفتي الميزان، بين توفير أعلى درجات التكنولوجيا والجودة المتواجدة في العالم والرقمنة، وفي نفس الوقت يعني تواجد العديد من التكنولوجيا والعديد من الأمور اللوجستية الهامة في هذه المحطة رغم التحديات الموجودة في العالم؟ بص حضرتك، المواني البحرية هي في الأساس هي عبارة عن بوابات، مهما تم التطوير من بنية تحتية لابد وأن تكون مهمتها الأساسية هي خدمة صناعة أو خدمة تجارة سواء كانت تجارة داخلية أو خارجية. ومن ثم هنلاقي أن الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في تطوير المواني البحرية سواء من إنشاء مواني جديدة أو تطوير مواني قائمة بالفعل زي ميناء الإسكندرية هي مرتبطة في الأساس بخلفيات صناعية، بمناطق صناعية موجودة أو مناطق لوجستية سواء كانت لخدمة السفن العابرة أو لخدمة مصدرين ومستوردين. وبالتالي أنا بأعظم الاستفادة اللي موجودة من الميناء البحري أو بوابة مصر الخارجية على العالم. وبالتالي احنا لابد في أي تطوير لأي منظومة نقل سواء كانت بري أو بحري أو سككي أو جوي أو نهري لابد أن تكون مرتبطة بشكل كبير جدا بالصناعة والمناطق الصناعية، وده اللي احنا شاهدناه النهاردة بالشرح التفصيلي كمان على المنطقة اللوجستية اللي هي ظهير بالنسبة لمحطة تحيا مصر وميناء الإسكندرية. وبالتالي دي يعني بتكمل الرؤية الاستراتيجية وإن شاء الله نلاقي تعظيم الاستفادة ليها كبير جدا على المشغلين البحريين والمصدرين والمستوردين. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية البحرية.